تذكر شو تشوبر؟ ايش كانت؟ دي سي تو دي سي كونفرتر، تغير باستعمال ديوتي سايكل اه بلس ويز موديليشن. عندي هون عندنا هون لود، عندي هون في دي سي، وانا عمالي بحول من دي سي الى دي سي باستعمال الديوتي سايكل، واعتمادنا كان انه يكون اللود هون هيفلي اندكتيف لود عشان الكرنت تصير دي سي. فهذا برضه بستعمل في الحالات اذا عندي هون لود هيفلي اندكتيف، الفولتج هون لو راقبته راح يكون هذه هون هي الاون وهاي الاوف، والديوتي سايكل راح تساوي الاون على الفتره الكليه. لكن اذا كان هذا اللود هيفلي اندكتيف لود راح يصير عندي هون اي اي بيور دي سي، مش راح يمر هون ريبل، ما راح يكون في ريبل في الكرنت، فبصير الكرنت بمر عندنا بكون مضبوط. متذكرين هذا؟ لو الفولتج ما بدي اياه يكون في تغير بالفولتج كمان، ايش لازم استخدم؟ لايش لازم الجا؟ البوست او باك كونفرتر، لازم استعمل بوست وباك كونفرتر اذا ما بدي هذا الفولتج يكون بهذا الشكل. لكن بالحاله هاي اذا عندي هون هيفلي اندكتيف لود وانا بس مهتم في الكرنت انه الكرنت يكون دي سي، معناها بقدر استخدم تشوبر زي هيك. اذا راح نستخدم الان هذا هون راح يكون عندي دي سي موتور، دي سي موتور هذا فيه لون معطيني ريزيستنس معطيني اندكتنس، وهون طبعا هاي الايديال. هلا كي في عندي هون بيساوي 0.1، فكي في بيساوي 0.1002. انتبهوا الان على الوحدات، فولتس RPM. اوكي هاي بتختلف عن السابق من هون. وكي بي هو حاططها هون كي اي في 5. يعني ماخذ هون بعين الاعتبار 5. فهاي جاهزة كي في بير ار بي ام، لو ضربتها بالسرعة في الار بي ام بتعطيني الباك اي ام اف او بتعطيني اي اي. عندي هذا هون 220 فولت دي سي. RA 0.3 ohms، LA 30 ملي هنري، وقلت كنت مش راح استعملها بس بتعطيني انه هذا قريب لعلى heavily inductive load. الكرنت IA كرنت بيساوي 25 امبير، وهذا ضروري عشان نحافظ على التورك، فالتورك عندي constant او load تورك is constant. بدي يكون اي اي 25 عشان احافظ على constant torque. هلا بدنا نعمل regulation للسبيد على هذا التورك. من 0 ل 2000 ار بي ام. هلا انا حاسس ان زيرو يمكن اتس ريديكولس، نحط زيرو هون، خلينا نحطها هون 100. بدي اعمل ريجيليشن للسبيد، لاحظين الهاي سبيد رينج؟ هاي احد الاشياء اللي بتميز فيها الدي سي درايف، انه الهاي سبيد لللو سبيد الريشيو تبعتها عالي. قديش الريشيو هون؟ 20 1 تو 20. هاي كود ادفانتج للدي سي درايف. طيب اذا هلا بدنا نغير الديوتي سايكل، فبدنا نلاقي الديوتي سايكل اللي بتناسبني عشان اجيب هاي سبيد، وبدي اطلع الديوتي سايكل اللي بتناسبني حتى اطلع هاي سبيد. وبعدين كمان في سؤالين، ايش هو اللود تورك، وبعدين ات وات از ذا سبيد، قديش السرعه على
هاي كمان سؤال. إذا بدنا نعمل ريجوليشن من 100 ل 200 RPM بدنا نسأل عن اللود، التورك لود إيش هو وإيش السبيد على الديوتي سايكل يكون 100. نبدأ باللود تورك، هذا أسهل شيء. هلأ هاي بصير أستعملها عشان أطلع التورك، بصير أضرب الآر تي تساوي كي في في آي اي. لا ليش؟ ايش اللي مش صحيحة؟ اليونتس. تمام، ايش لازم تكون اليونت الصحيحة؟ مش فولت، يعني بتكون نيوتن متر في الامبير. هو كلامك صحيح بس مش بالضبط هذا الجواب. اليونت هاي غلط. ايش الغلط باليونت هاي؟ ايش لازم تكون؟ راديان بير سكند. فلازم احول هاي لراديان بير سكند. هلا حتى احولها لراديان بير سكند، هاي تذكروا انها عبارة عن ريفولوشن ماينس 1 ريفولوشنز بير مينيت، مظبوط. فهاي كانها مضروبه هون في مينيت، مظبوط، لانها فولتس بير ريفولوشن وبير بير مينيت بتطلع المينيت. بدي اضبط هلا هدول ريفولوشن تحت، فبدي احط 1 ريفولوشن فوق. شو بتساوي ال1 ريفولوشن؟ كم راديان؟ 2 باي راديانز. تذكروا هدول اليونيتي براكتس، بضل تستعملهم طول حياتك. مينيت ايش بعادلها؟ منت فوق، فايش بدي احط؟ منت تحت، وايش بحط فوق؟ 60 seconds. منت بتشطب مع منت، ريفولوشن بتشطب مع ريفولوشن، بصير عندي 0.1002. حد يضرب 0.1002 في 60 على 2 باي، المفروض تطلع تقريبا 9.5 7. وهلا هاي وحدتها شو صارت؟ فولتس بير راديان بير سكند، اللي هي كمان اللي انت سالت، اللي هي نفسها نيوتن متر. كانت نيوتن متر بير امبير، اوكي، اللي هي نفسها 0.957 نيوتن متر امبير. هذول نفس الوحده، بتتذكروا اثبتنا المره الماضيه انه هم نفس الوحده. بستعملهم للمعادلتين. ايش هم المعادلتين اللي بستعملهم؟ كي في. المعادله الاولى بستعمل كي في، العلاقه ما بين تورك والكرنت. المعادله الثانيه بستعملها الباك اي ام اف بيساوي كي في في اوميجا، ولذلك حولنا هي وهاي حتى اضرب في اوميجا ان راديانز بير سكند. طيب اذا قديش بيطلع التورك عندي على هذا على هذا الكرنت؟ التورك بيصير بيساوي 0.957 في 25 امبير، مظبوط. فبتصير نيوتن متر بير امبير في امبير، بعطيني نيوتن متر. قديش 25 في 0.957؟ 23.93. اوكي، اذا هي اول جواب. هون طلعنا التورك اللي بعطيني اياه هذا اللون.